سيد عثماني، وأنتم الذين رشحتم سيد عبد المجيد تبول لتين ثانية. رفقنا نعم، عفوا سيد نوردين، رفقنا سيد عبد المجيد تبول، لأنه هو يترشح ما يرشح حتى واحد. لماذا اخترتم السيد عبد المجيد تبول لمرافقته خلال هذه؟ احنا كنا درنا لكم دعوة، ودرنا في داخل مؤسسة الحزب، وفتحنا نقاش وشفنا هل نترشح هل نرشح وهل نبقى على الحياة ونترك مناظرينا أن يختاروا ما يشاءوا. كان نقاش داخل المؤسسة، نقاش ثلاث خيارات، وذهبنا الانتخاب، وكان بتوافق، وكان إجماع بشكل كبير، وكان جهة عرضت ولكن قبلت رأي المؤسسة، وعندما المؤسسة فصلت بسبب كراس حزب وطبق مداولات أعضاء المجلس المركزي الوطني، فهو قرار مؤسساتي مبني على مبررات موضوعية. يبقى لنا كرئيس الحزب تسويقي من خلال حملة مبني على إنجازات، مبني على مسار، مبني على الإرادة الصادقة، على الذهاب نحو تغيير حقيقي، فرأينا أننا يجب أن نرافقه من أجل استكمال ورشات الإصلاح، سواء كان سياسية اللي نتكلم على التطهير، طبقة سياسية أخلقت العمل السياسي واليوم رأى بوادره شفناها في الحملة الانتخابية، نتكلم على الاقتصاد شفنا إنجازات ذهب المناجم، قطاعات استراتيجية أصبحت كطاقات بديلة للمحروقات على سبيل المثال بنية تحتية، نتكلم على اجتماعية سواء فتح ورشات الاجتماع تدابير في رفع أجور الموظفين، في الاندماج لبعض الفئات من المجتمع، فعدة تدابير شفناها على الملموس بشكل واقعي، يخلي من المنطقي ومن الطبيعي مع الفكر الوطني الأصيل المتشبع بقرينة الثوار، المواقف الثابتة اتجاه أهم القضايا، لأن الجزائر قبلت الأحرار، الدفاع المستميت خلال المؤسسات بداية من عضوية مجلس الأمن اللي أصبحت الآن الجزائر هي محامي المستضعفين. فخليني نقول بأسلوب واضح وبسيط، الفعيل تاع الرئيس نقوله بلغة درجة يتهضر عليها. جميل، ما هو تقييمك أستاذ عثماني لمجريات العملية الانتخابية قبل 28 ربما 24 ساعة من اختتامه؟ تعيش في هدوء، تعيش في ضبط، ما كاينش تجاوزات، في نقاش هادي مسؤول، شعبا وطبقة سياسية ومجتمع مدني ومؤسسة دولة الكل، شفنا نوع من خلينا نقول قفزة من حيث الشكل نوعية، تبقى من حيث الموضوع نسبية، نتمنى تتحسن الأداء بعد ما ندخل في نقاشات ومناظرات سياسية ستأتي مع الوقت، وهذا ما يفرض التحول الديمقراطي وعودة الطبقة السياسية للممارسة السياسية، ونخرج من السرد التقليدي الكلاسيكي والذهاب إلى نقاش سياسي، نقاش حول الأفكار، حول الرؤي، حول الرؤية، الرؤية حول البرامج، وهذا سيأتي خاصة ما لمسنا من خلاط خاصة الطبقة الشابة في العملية السياسية. جميل، هنا أتحدث عن ربما الأهداف المسطرة من خلال الحملة الانتخابية، هل حقق حزب صوت الشعب كل الأهداف التي سطرها للحملة الانتخابية؟ شوف، هو اللي يقول لك يحقق الاهداف يكذب، لانه كل شيء نسبي، ولكن حققنا بشكل فوق ما هو ما كان مرجو، على اساس انه بامكانيات بسيطه، بامكانيات مناظرينا، مشينا بقناعات، روجنا، سوقنا، درنا تدريب بالنسبه لمناظرينا في العمليه حملات انتخابيه اللي فيها تقنيات، وفيها لان التعبئه والتجنيد الان يجب ان نواكب العصر، فيها تسويق جديد بذهنيه جديده باساليب جديده بلغه وخطاب ومفردات تواكب كل منطقه، سيمولوجيه الصوره، طريقه الخطاب السياسي، طريقه الالقاء، لغه الجسد، الاستماع لهموم المواطنين، لا جيستيون تاع لافول، فهي تقنيات خليني نقول كان امتحان وكان تدريب بامتياز لاطاراتنا ومناظرينا على مستوى الولايات. جميل، خذتم استاذ عثماني الكثير من الولايات وجبتم الكثير من ولايات الوطن شمالا جنوبا شرقا غربا، هل لقيتم تجاوبا من قبل المواطنين خلال هذه الجولات التي قمتم بها؟ والله يا اخ نور الدين، وكان شفت الصوره بدون تعليق، كان تجاوب كبير.
كأنه دخلنا في انتخابات خاصة بصوت الشعب. يعني هذه بالك يعود إلى مصداقية الحزب وبدأ يأخذ الامتداد الشعبي. أنا لقينا تجاوب منقطع سواء في العمل الجواري ولا في عمل التجمعات الشعبية النضالية، ولكن طريقة الأسلوب والتسويق اختلفت على الآخرين. نحن نستمع، نخلو صوت المواطن، نوظف فوق صوت منبر الاستحقاقات وحصة صوت الشعب، نخلوها جزء كبير لنقله من المواطنين، نتفاعل معه، نساهم في تنويره، نساهم في إرشاده، نساهم في يعني خلينا نقول في صناعة رأي جديد اللي فيه وعي سياسي وحس مدني راقي. وش لاحظنا أن جيل الشباب الآن بدأ ينخرط في العمل السياسي، حتى أداؤه وممارسته السياسية أصبحت تتحسن بشكل واضح العين. ما هي ربما أهم المشاكل التي ربما لمستموها من خلال المواطنين خلال احتكاكهم خاصة في العمل الجواري؟ شوف، يقول لك نحن نؤمن بالرئيس، كان إرادة صديقة وخذت تدابير، ولكن إسقاطاتها تتفاوت من قطاع لقطاع. إسقاطاتها في الجامعات المحلية ممكن ما تلقاش أداة تنفيذية ولا أداة بباط، فالتسيير الإداري والبيروقراطية ولا فبراء جديد. فالمواطن كاين قفزات نوعية، كاين مسؤولين تبارك الله سواء المحلي أو المستوى الوطني مستوى مركزي يخدم واجبه ويزيد عليها كاع من أجل الوطن، وكاين واحد أخرين منعرف إلى فاقد الشرع يعطيه ولا عدم كفاءة. المهم النتيجة واحدة، هو تعطيل في إيجاد حلول للمواطنين. مشدين بلايص أن المواطن يشتكي مادام يسمع ديسكور ويشوف خطاب ويجي رسالة أمل ويشوف إجراءات عملية ويشوف اجتماعات مجلس الحكومة ومجلس الوزراء، تدابير وإجراءات على السريع مطلوب منها التنفيذ على الواقع. لكن كي تروح الجزء العميق، احنا نروح للجزء العميق، رحنا الدواوير، رحنا الأحياء، رحنا الحدود من جهة تبسة، رحنا مناطق يعني مناطق الظل بامتياز. كاين إجراءات ملموسة قاسها المواطن، التمسها المواطن، ولكن كاين أمور ممكن نظر على المصلحة العامة، خلينا الأمور الشخصية، ممكن المواطن عنده يعني يصرخ يطلب النجدة يشوف سياسي. بالنسبة لي احنا أهل الحل والعقد، ولكن ما يدي بحيلة، احنا عندنا منتخبين نعم، ولكن ما نش مشترك في السلطة التنفيذية، ولكن يؤمنون أن الرئيس رأس الهيئة التنفيذية ورئيس الجمهورية وهو ممثل الشعب وهو ناطق باسم الشعب ومنتخب من طرف الشعب، فهو اللي عنده مصداقية كبيرة بالنسبة للشعب، يؤمن أن اللي يلقاه وسيط بيوصل همه، لأنه ثقة ما بين الرئيس وبين شعبه التمسناها خاصة لدى الطبقة الهشة والطبقة المحرومة. ربما الجميع أستاذ عثماني يجمع أن الخطاب خلال الحملة الانتخابية سواء من قبل المترشحين أو الداعمين أو المرافقين لهم كان خطابا راقيا بعيدا عن التلاشقات بين الأطراف. برأيك أستاذ عثماني، لماذا وصلنا إلى هذا المستوى من العمل السياسي؟ ولن جت وجوه جديدة يعني الآن الطبقة السياسية تتجدد، يبقى سلوكات تختلف من طبقة لطبقة من رأي أو من تشكيلات سياسية. ففي نظري الآن لنا مستهلك اللي هو الشعب الجزائري، الآن له ما الإمكانيات الذهنية وما قدرة على الاستيعاب وعلى الاستنباط، فيتحتم على الطبقة السياسية أن تواكب هذه المتغيرات. فالنخب حان الوقت أنها تنخرط في العمل السياسي، شفنا انخراط النخب داخل التشكيلات السياسية في تسويق لبرنامج الرئيس، هذا من جهة. اثنين، الآن كل واحد يريد أن يبدع في طريقة تسويقه لهذه المشاريع وهذه الأفكار اللي احنا ركزناها في المواطن. فلسفة الرئيس هو خدمة المواطن، احنا بكري كنا نسمع خدمة الشعب من الشعب وللشعب. الآن الرئيس أعطاها حفظ على النبر، ولكن طبقها ولكن بمصطلحات تواكب الوقت تواكب العصر. نتكلم على السيتوينتي، على المواطن، خدمة المواطن. فالرئيس يواكب المتغيرات هذا، وممكن المستمع والمستهلك اللي هو الشعب الجزائري يفهم لغة العصر. فخليني نقول عشنا طفرة نوعية وأخلقت من نتائج أخلقت العمل السياسي وتطهير العمل السياسي بعدما ما عاشته من إفلاس ومن تصحر في الأداء وفي الممارسة، لأن شيئا فشيئا بدأت تسترجع هيبة الطبقة السياسية وعودت إلى مكانها الطبيعي. نتمنى يكون أكثر تحسن في التسويق. ونعود ونقول يا سي نوردين، كنت حذرته منذ البداية، لا يجب استغباء الشعب الجزائري،
لغه التهريج والمغالاه والسياسه تو فا بيان ما عندناش مستهلك تاعها. السياسيين استاذ عثماني تبنوا خطاب ربما تنفيري للمشاركه في الانتخابات من خلال خطاباتهم التي روجوا على اساس ان العمليه الانتخابيه محسومه سلفا وان المرشح الذي سيفرزه الصندوق ربما محسوم سلفا. برايك ما تعليق او ما تعليقك على هذه؟ شوف كان مدير الحمله الذي يكون كل احترام وتقدير سي برادي ابراهيم كان واجب على هذا السؤال. قال الذي هذه تاع اللعبه محسومه هذه نوع فعلا مرشحنا عنده تجاوب شعبي عنده اسقاط شعبي هذا متفقين عليه ولكن يبقى السيد والصندوق هو الفاصل. فنحن في صوت الشعب كنا كررناه قبل ما يقولها السي ابراهيم من بكل عفويه وكل مسؤوليه هذه اللغه نحن لا ننخرط معها اذا اللي قالها يتحمل مسؤوليته هذا من جهه. اما التسويق اللي فيه الاستفزاز وفيها كما اعلنت انت قلت نفور فعلا احنا حذرنا ومازلنا نحذر ان كل كلمات كل تسويق يساهم في تنفير احنا لا ننخرط معه ولكن على واش نقول لك انا كل واحد حمل مسؤوليته. انا في نظري الان على سلطه الضبط سواء كانت مديريه الحمله اللي هي مؤهله قانونا وفي العمليه السياسيه واخلاقا وهي المسؤوله على ارشاد وتوجيه وابداء الملاحظات بالنسبه للشركاء السياسيين هذا مش دوري ولكن انا في صوت الشعب كنا على يقين ان ثقافه التنفير وثقافه الاستفزاز لم ولن تكون في حتى من خلال كل اطاراتنا ومناضلينا متشبعين بالحس المدني بالوعي السياسي ولم ولن يستغبوا هذا الشعب الجزائري. جميل. البعض استاذ ينتقدكم ويقول ان مرافقتكم ودعمكم للمترشح حر عبد المجيد تبون غايته هو الحصول على مكاسب ومقالب الى غير كيف تردون على هذا الطرح؟ اخطاوا المكان والعنوان لانه هذه المناصب جاتنا من قبل ما ديناهاش وانت ادرى بذلك. فهذه مكاسب مش مكاسب هذه الشكل طبيعي هذه العمليه السياسيه ها هو جيت نصف اقول ها ولكن الشعب هو اللي اختار دوك الا الشعب اختار وعندي حصه التي نتفق مع الرئيس فمن الطبيعي انني اشارك في الحكم وهذا ما يجب ان يكون ولكن ماهيش غايه راهي وسيله من اجل تحقيق الاهداف التي ننظم من اجلها. فما انا الاسئله يعني والله اني موافقك الشرعيه هذا بزاف هكذاك جيت نمشي معاه خاطر يسموك نضد بها مليح لا خلاص هذه اللغه هذه اللي مع الرئيس والمترشح عبد المجيد ولا مع المترشحين الاخرين لا من حقهم ما تسنيش على وانا علاه ما نسالش على اسمي لازم نكون ضد شيء هذا باش تكون مع في هذه الثقافه تاع التطرف الفكري والاقصاء. انت تقول انا اقصيت وانا في صوت الشعب عندنا قاعه نسموها منصه الحريات رانا ضد اللي يخونك رانا ضد لك الحق في الحريه وهذا نظام في الحريات احنا نركز على حق في التعبير بشكل سلمي وعدم رضع المواقف السياسيه ومن تقويه المعارضه هي من تقويه الدوله. فاذا كانت معارضه قويه راح نقوي مؤسسات الدوله سكون ابيل تيز اونتي تيز هذا شيء مفرغ منه ولكن هذه اختيارات وقناعات مؤسسية داخل الحزب. فالحزب السيد في اختيار ما يراه الانسب الاصلح الوطن دوك يبقى اجتهاد قد نصيب قد نخطئ ولكن عن قناعات وعن قرارات رسميه في مؤسسه. يبقى الان ينتقدنا على مشينا مع الرئيس هذا السؤال يبقى انا نقول له الله يهديني ويهديك رانا عايشين بعد 2019 ففي نظري حان الوقت اننا نتقبل نتعايش الراي المخالف بشكل حضري وما دام انت تنادي بعدم الاقصاء لازم تعطي القدوه قبل ما تطالب بها. جميل. كيف تردون استاذ عثماني على بعض الاطراف الخارجيه التي تحاول عبثا الاستثمار في موعد الانتخابات من اجل المساس والضرب بامن واستقرار الجزائر؟ شوف احنا اللي ركزنا على تعزيز على هو العزوف ماذا بينا اكبر عدد ممكن من الشعب الجزائري يروح الانتخاب باه يكون رساله مشفره للداخل والخارج. أن عندما يتعلق باستحقاق لمسار دستوري الشعب الجزائري متوحد في إبداء رأيه وفي تقوية مؤسساته وحنا هذا ركزنا هذه الرسالة الأولى بعد رسالة اختيار مرشحينا. ففي نظري الأخ نور الدين فعلا هناك أطراف تريد أن تصطاد في المياه العاكرة لعبوا على ولاية القبائل سانا با مارشي لعبوا على قلب نمزاب سانا با مارشي لعبوا في جنوب حبوا يلعبوا على التوارك سانا با مارشي. ف
عندما يتعلق قد نختلف في طريقة حبنا الجزائر، ممكن نختلف في طريقة تسييرنا الجزائر، ولكن عندما يتعلق بالوحدة الترابية وأمن الجزائر وسيادة الجزائر كن على يقين، كن على يقين 45 مليون جزائري مجند جنود برفقة الجيش الشعبي الوطني اللي اللحظة اللي نتكلم عليك راهم في الحدود لأكثر من 6000 كيلومتر، جيش احترافي شعبي جمهوري يدافع عن الجمهورية بشهامة وباحترافية عالية وبعقيدة نوفمبرية بامتياز. أترون أستاذ عثماني أن نسبة المشاركة في هذا الموعد الانتخاب ستكون مرتفعة؟ شوف يا العملية ما سهلة، ما أكون صريح معك، شوف احنا في صوت الشعب ما نزمش، ما سهلة، ولكن العمل المنجز وممكن العمل اللي قام به الرئيس والعمل اللي قام به بعض التشكيلات السياسية خليني نقول يقلل من العزوف، يقلل العزوف كظاهرة عالمية، لنتمنى مع الوقت يولي تأدية هذا الاستحقاق هذا الانتخاب. احنا من أفكارنا مثلا في حزب صوت الشعب أن يوم الانتخاب حبذا لو كان دو طفل ولا طفلا نرافقوه نعلموه التربية المدنية أن تؤدي واجبك الانتخابي، نرافقوه أي لبارون الأسر الأحياء يدي واحد من العائلة صغير يعيش مع الحدث ويشرح له علاه يروح ينتخب. فنحن بحاجة إلى توعية النشأ على هذا الممارسة الحضارية وهذا الاستحقاق، لأن التعبير وحتى السياسة الكرسي الشاغر أثبتت محدوديتها. فأنا أدعو الجميع من أجل الجزائر، لأن ولاء الجزائر أن يذهبوا لسان الاقتراع، إذا حبوا رأينا قلنا رأينا، قلنا سعد المجيد تبون هو مرشحنا بناء على معطيات، ولكن الذهاب في حد ذاته والتعبير على صوتك من أجل الجزائر لا أكثر لا أقل. ولا أترك لك كلمة ختامية في هذا. شوف أقول أنت بلغ تحياتنا لأسرة الحوار الذين كنا بكل احترام وتقدير واللي رافقونا منذ تنشئة الحزب، ف من القنوات اللي نتمناولها عمر مديد وتطور بالرقي وكل الطاقم. وش نقول لك؟ نقول لك أنا أدعو الشعب الجزائري بلغة القلب بلغة العقل بكل أمانة، نحن أحفاد الشهداء، هما حرروا الأرض العظيمة، احنا دورنا أن نصون هذا الوطن ونحافظ على الوديعة. قد نتفق قد نختلف، ولكن روح عبر صوتك، صوت هذا من أجل الجزائر، لأن الولاء للجزائر ثم الجزائر ثم الجزائر. شوف احنا حتى الإعلام هذين الإعلام تاع الجزائر، هذا تاع الجزائر هدرناه أكثر من الإعلام الحزب، فهذا موش من أجل الحزب ولا من أجل الشخص بقد ما هو من أجل الجزائر. إذا باه نقوي المؤسسات، باه نعطوا أكثر مصداقية لهذا الاستحقاق وتكون رسالات واضحة من طرف الشعب الجزائري. خليني نقول لك سيد نور الدين، يوم 7 فلينخرط في هذا المسعى ولنعبر ما تراه أنت بالنسبة لك هو الأجدر الأحسن. نحن ديمقراطيين، نؤمن مهما كانت النتائج، نؤمن بالحق الاختلاف، نؤمن أن الصندوق هو الفاصل، ولكن كن على يقين نور الدين من خلال خاصة أنت جوالي في هذو 20 يوم هذو مرشحنا راه في موقع قوة، ولكن حبينا يدي أصوات كثيرة، خاصة أن بزاف كي الجزائريين يحبوا سعد المجيد تبون يقول لك ما عنديش كارت الفوت، يعني هذه صراحة نقولها لك، ولكن هذه بداية لتصحيح المسار ونغلبوا مصلحة الجزائر قبل كل شيء.